كرة لجري جري لو يعدي ممتاز تدرج بالكرة من جانب فريق ليستر أحمد موسى يوزع وعدت على الجميع جول 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 الياباني الياباني أوكازاكي منه البلوز يعاني منه البلوز يعاني نارية هذه البداية بطل إنجلترا يفتتح التسجيل مشاهدينا الكرام بهفوات دفاعية قاتلة من دفاع البلوز لا بيغوفيتش ولا كاري كان ولا دافيد لويز الكل في مهب الرياح وليستر سيتي بكامل النجاح شوف الكرة دربك بلبلة دافيد لويز يتفرج كاري كان ضاع في الطريق بيغوفيتش جريح وليستر سيتي اليابانية يأخذ الأسبقية إذن أول سيناريو في المباراة بالألوان الزرقاء الموز جري أمام فيكتور موزيس يتواصل مع تشيلويل جري مرة أخرى يعدي جري يوزع كرة بعيدة المتابعة من بيدرا لكن هكو منه عندي عندي رايا جول الهدف الثاني الهدف الثاني وكالعادة من الياباني وكازاكا منه تشيلسي يعاني الياباني الياباني يحقق الأماني بهفوة قاتلة من بيدرو رودريغيز هفوات دفاعية فردية للبلوز تعجل بالهدف الثاني للفوكسز الثعالب يأكلون البلوز في الكينج باور ستاديوم روعة الأداء الياباني يغالط الحارس البوسني بيغوفيتش اسمير يتفرج ناندي فازيلافسكي بيدرا جول 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 جاري كايل جاري كايل ودافيد لويز ثنائي محور الدفاع لفريق البلوز يذلل الفارق هذه الكرة كرة دخلت بتبيعها حل هدف يحتسب لجاري كايل بعد الخط النهائي للمرمى واستمادة كذلك من دافيد لويز يظل فريق تشيلسي مشاهدينا الكرام يرجع بالمباراة الإثارة للتشويق في وقت بدل ضايع من هذا الشوط الأول بيدرو بشوي على اليسار يمر البلجيكي ام لا بشوي سدد هو الدفاع عبر فازيلافسكي البولندي اسبيريتويتا اسبيريتويتا التمهيد فيكتور موزيس سيس فابريغاس يحضر غريبة التسويب جول رايعة من اسبيريتويتا هدف اسباني 100% سيش فابريغاس في البداية اسبيريتويتا في النهاية روعة التمهيد من اسبيريتويتا التسويب على طول وكرة في الشباك جابها له اسبيريتويتا عدها له يعود بلوز تشيلسي من بعيد هدف من اجمل ما يكون هدف فيه كثير من الفنون كلاوديو رانييري الان سيستنجد بالعيارات الثقيله واعني كل من رياض محرز وجيمي فاردي ازارد كوستا ازارد كره رائعه جول 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 جول
في مكان دييغو كوستا في هذا الزمان كرة كان يا مكان دييغو كوستا لفابريغاس الفنان فابريغاس الفنان لكن شوفوا الكرة الذهبية من دييغو كوستا وإيدين أزار ثم الروعة أزار روعة لفابريغاس والنهاية ولا في الأحلام هدف عالمي من فريق تشيلسي أزارد يوزع وويس مورغان كرة جول هو القناص فابريغاس هو القناص فابريغاس بهدف الثاني تشيلسي ولعها تشيلسي شعللها أربع أهداف لهدفين تار فريق تشيلسي بدخول كوستا وأزار تار فريق تشيلسي تار يسارية إسبانية في الشباك الألمانية لرون زينر